أكدت الدكتورة ضحى الجودر طبيب مقيم بقسم أمراض القلب في مجمع السلمانية الطبي خلال مقابلة في برنامج بكم نعود، أكدت على جملة من الأمور الواجب اتباعها أثناء العزل المنزلي. وجود الشخص المصاب في البيت هاي يعني أنه هو حالة المرض عنده تعتبر بسيطة، فمن أهم الأمور اللي هو يقدر يساعد فيها نفسه في البيت أولا الراحة، وثانيا السوائل. السوائل جدا مهمة، اللي هو طبعا أقصد الماء. يحتاج الشخص يتأكد أن جسمه يتم مرطب طول الوقت، هاي شيء مهم خصوصا إذا كان عنده سخونة أو كان يعاني من الترجيع على أساس لا يصيده جفاف. من الأمور الثانية اللي ممكن يساعد نفسه اللي هي موضوع البنادول. ممكن البنادول ينأخذ كل 4 إلى 6 ساعات إذا ما كان في أي أمور تمنع أنه هو يأخذ البنادول، علشان يخفف درجة الحرارة وعلشان الآلام اللي ممكن تكون موجودة في الجسم. في بعض المكملات الغذائية اللي ممكن الشخص المصاب يأخذها اللي هي مثل فيتامين دي، مثل فيتامين سي والزنك. هاي الثلاث مكملات الغذائية معروفة أن هي تقوي جهاز المناعة، وبالتالي تقوي قدرة الجسم على مكافحة المرض.